من ساعة اكتشافها في بعثة نابليون وسمايس وبيتري وافقوا عليها، فالهرم الأعظم ليها أربع قواعد مزلجية واقف عليها، يعني بيقف كده فوق الأرض، والمفهوم إن القواعد دي بتخلي الهرم كأنه واقف على سوسة، وإن ده هو اللي حمى الهرم من زلزال القرن 14 الضخم. سنة 89 جه جراند جيفري في أرماجدون وبعده جلين داش عشان يطلعوا لنا حسبة غريبة جدا. قال إن ارتفاع الهرم مع قاعدته هو جزء من 1 بليون جزء من المسافة بين الأرض والشمس. طب تعال نجرب كده، هنضرب ارتفاع الهرم بقاعدته في 1 بليون هيدينا 281 بليون دراع لحد دراع. حول الدراع لكيلومتر هيدينا 147.13 مليون كيلومتر. متوسط مسافة الشمس المقبولة عند أقرب نقطة للأرض هي 147.1 مليون كيلومتر، وده في يناير، يعني بفارق 30,000 كيلومتر بس عن حزب جيفري وبدقة 99.98%، وده بجد عجب. إذن ارتفاع الهرم الأعظم بقاعدته هو فعلا الوحدة الفلكية. هنتكلم مرة تانية ازاي ده حصل، وإن ازاي ده ما يتمش أبدا من غير مفهوم مخفي لسرعة الضوء اللي نعرفها النهاردة.